هذه الانتخابات الجهوية والتي تأتي بعد مرور نحو عقد على دسترة الجهوية الموسعة. كما تعلمون دستور 2011 خصص بابا كاملا، الباب التاسع للجهوية المتقدمة. لماذا برأيكم ما زلنا نتساءل إلى حدود اليوم عن تنزيل الجهوية وتسريع وتيرتها؟ وهو كما أشرت في بداية عرضك بأن المسألة تحتاج إلى مؤسسة، وأكيد بأن هناك دستور حدد المبادئ والمرتكزات العامة وحدد كيفية تنظيم وكذلك تكوين هذه المجالس الجهوية، ولكن أكيد بأن مسألة المصادقة على القوانين التنظيمية وكذلك صدور المراسيم التطبيقية وإجراءات مؤسساتية أخرى موازية ومواكبة، فلا بد كانت تتطلب نوعا من الوقت، على اعتبار أن مسألة تحديد المبادئ والمرتكزات والأسس لا تحسم الجدال السياسي الذي يكون بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وهذه الأحزاب التي تقوم بإدارة وتدبير مختلف المجالس الجهوية. لذلك تقريبا فالولاية السابقة كانت ولاية من أجل الأجرأة، على اعتبار أن حتى الشروع في إعداد برامج التنمية الجهوية كان جد متأخر تقريبا، فمجالس الجهات لم تشرع في إعداد برامج التنمية الجهوية كإطار مؤسساتي لازم وضروري لكي تشرع في الأعمال التنموية تقريبا بعد مرور 3 سنوات. إذن تقريبا قضينا نصف ولاية عمل مجالس الجهات السابقة دون أن تتحرك هذه الجهات ودون أن تقوم ببرمجة ميزانيات لهذه الاعتبارات المؤسساتية التي تحدثت عنها. وأعتقد إذا ما قمنا الآن بتقييم لأغلب هذه الجهات سنجدها بأنها لم تستطع أن تنفذ ما التزمت به من خلال برامج التنمية الجهوية التي قامت بإعدادها لاعتبارات متعددة. لا يجب أن ننسى أو نتجاهل كون أن التجربة هي الآن فريدة، فرئيس الجهة لم تكن له صفة الآمر بالصرف، ومجالس الجهات لم يكن أعضاؤها ينتخبون مثل ما هو الآن. الآن الجهة أصبحت لها الصدارة على مستوى التنمية في المجال الترابي الذي تنتمي إليه، وكذلك الجهة بالنظر إلى الصلاحيات والاختصاصات فهي أصبحت مسؤولة عن التنمية المستدامة والمندمجة. وأكيد عندما نتحدث عن التنمية المستدامة والمندمجة فهذا يتعلق بعمل استراتيجي وليس بعمل ظرفي، كما ربما إذا كانت مجالس الجامعات لها اختصاص القرب ومجالس العمالات والأقاليم لها اختصاص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن اختصاصات مجالس الجهات هي أعمق بشكل كبير من ذلك. لذلك فأعتقد بأن كل هذه الهواجس وهذا القلق المؤسساتي ربما في لحظة من اللحظات جعل المسؤولين في نوع من الانتظارية لهذه الاعتبارات التي تحدثنا عنها. ثم لا يجب أن ننسى كذلك بأن إطار الشراكة كان محددا ومهما وأساسيا في هذه المسألة، على اعتبار أن مجموعة من الجهات عندما قامت بإعداد برامج التنمية الجهوية فهي طيب كانت طموحة بشكل كبير في هذا، بل برمجت ملايير الدراهم، ولكن عندما نقارن هذه البرمجيات مع أو البرمجات مع مداخل هذه الجهات فلاحظنا بأن هناك كانت فجوة وهو كبيرة بين التطلعات والأمل والأمور.